تقرير باش يجيكم ان شاء الله قريبا، وكيف تعرفوا التقرير اللي تعرفتش على لجنه العداله الانتقاليه، وتعرف على رئيس المجلس وعلى الجلسه اللي هنا. نحب فقط السيده نايله اللي هي مش موجوده هنا ما جيست نقرالها انه شكون يا جماعه؟ السيده نايله الحمد لله جات بعد نجاوب عليها. يمين الزغيب اي اسمها يمين الزغيب. الفصل 93 سيد رئيس يقول ان لجنه شهداء الثوره وجرحاها وتكفير قانون العفو العام والانتقاليه تتولى متابعه جميع الملفات والمسائل المتعلقه باستحقاقات شهداء وجرحى الثوره وتنفيذ قانون العفو العام، كما تتولى مراقبه تنفيذ الحكومه لتوصيات ومقترحات هيئه الحقيقه والكرامه في خدمتها. ما عندهاش باش تنظر في التقارير نتاعنا، شكون ينظر في تقاريرنا؟ الجلسه العامه فصل 159 من قانون المجلس المباشر يقول انه يضبط مكتب المجلس الجلسه العامه سنويا للحوار على التقارير خاصه مع الهيئه التاليه، ومن جملتها يذكر هيئه الحقيقه والكرامه. احنا متعودين انه نعطي السيد مجلس المباشر نعطيه التقارير هو ثم يعين لنا جلسه لمناقشه التقرير في جلسه عامه، هذا مش منصوص عليه. اذا الجلسه تاع تعرفون اللي حكيت عليها السيده النايبه انا ما عنديش علم بها، وبالتالي ما نعرفش علاش هو تحت السيده النايبه. بعدين السيد رئيس نقطة من هذه اللي عايش خليني نكمل. أنا لا مش لا أنا لا مش نكمل من بعد السيد رئيس. لا أنا إحنا ما قطعت حد ما تبي إنك ما قطعت السيد رئيس كنا كاش لا. لحظة السيد رئيس. شو أنت سيد رئيس؟ بعد كل هدوء أنا أحتاج شعبان الكلام اللي قعدتوش فيه هي السيدة رئيسة ثم أداة التحيات هي الآن في برلمان الشعب زي ما تعرف فيش كلمة سبب نوال إذا تم أشياء أنا قلتها غلطة أنا مش مش قرية سيدة نيبة خاطر غلطة مش باسمها مع شنو نيبة فمن فضلك سيد رئيس أنت من دورك أنك توجه لنا هذه الملاحظة الملاحظة هذه نوجهها للناس الكل هي الآن في حرب مجلس النواب الشعب نحترموها تقريبا دخلتي الاولى والثانية كانتي كانت في الاحترام وهنا هذي اللي المعروف عليا هي تعرف ايش تجاوب السادة الأولى تتعامل معها سجلنا المراقبة تاع السادة ولكن أنا الحقيقة وبموضوعية ما لقيت حتى حاجة فيها مس بالاحترام بين الناس الجالسين هنا فقليلا تقريبا حاول نصبر على بعضنا شوية حلو بضبط النفس خلينا نكملوا الجلسه دي دور كابو لا بيان سيونس وانا نكبك اذا كان لاحظت انه ثم حاجه فيها اخلال كنت ساتدخل مباشره ثم تقديرات شخصيه ربما انت عندك فيها الحق من منظورك الشخصي ولكن انا بطريقه موضوعيه ما لاحظت انه ثم حتى تجاوز لاداء الاحترام في هذه الجلسه استاذه فنحبك الكلمه واصل كلامك سيده الرئيس شكرا سيد الرئيس احنا أن جملة من المنتوجات تاع أعمالنا باش توصلكم في تقارير التقرير السنوي اللي باش يجي بيكم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة